هذه فرصة باش نشرح لي من خلالكم للرأي العام يعني التحولات والتطورات اللي كتعرفها بلادنا في مجال المحروقات. طبعا كما تعلمون وقد عبرت عن ذلك في آخر زيارة لمختبر يعني المراقبة للجودة بالمحروقات بالدار البيضاء، لأن أطلقنا المختبر الجديد اللي غيطلب واحد 20 مليون ديال الدرهم ديال البناء ديالو والتجهيز ديالو. عطيت واحد العدد ديال المعطيات اللي هي مهمة جدا بالنسبة للتطور اللي كيعرفوا القطاع ديال المحروقات. طبعا الأولى وهو فتح هذا القطاع لمزيد من التنافسية. اليوم يعني شركات جديدة تدخل لهذا القطاع لتنضاف إلى الشركات الموجودة، لأن السوق يتطلب يعني الطلب الحمد لله موجود وفي تزايد. الأمر الثاني طبعا هو تنسيق المساطير وتشجيع المستثمرين، وطبعا انتقلنا من أقل من 60 محطة في السنة إلى المعدل ديال 200 محطة في السنة، خلق فرص ديال الشغل، خلق مضافات قريب هذه المنتوج من المستهلكين. ثم طبعا إطلاق يعني مشروع مهم فيما يتعلق بمراقبة الجودة ومسارات المواد البترولية لصالح المستهلك. طبعا اليوم نحن مع المكون الرابع ديال هذه الدينامية ديال الطاقية فيما يتعلق بالمحروقات، وهو تطوير اللوجيستيك الطاقي، لأنه مهم ومهم جدا وخاصة في مجال التخزين. طبعا كنتم تتابعون أنه كان دائما عندنا نقص في مجال ديال التخزين، لأنه من المطلوب أننا نوصلوا ل 60 يوم، يعني جميع الشركات ملزمة بالقانون يكون عندها 60 يوم إضافي يعني احتياطي. طبعا قبل بضع سنوات المعدل كان عندنا حوالي 32 يوم، ولكن مع الاستثمارات اللي هي جاريه اللي غتوصل تقريبا 4 مليار ديال الدرهم غادي نزيدوا واحد 15 يوم. مع هذه الاستثمارات اللي حنا اليوم، وهذا هو اللي غادي نفصل فيه شي شويه، هو انه من خلال الدراسات العالميه وحتى الوطنيه تبين بانه ممكن ان نستعمل تجاويف ديال المعادن ديال الملح، اللي هو يعتبر من اهم التجاويف اللي يمكن لها تحتضن يعني تخزين المواد البترولية وخاصة الغاز. شركة ملح المحمدية شركة كتستخرج الملح، الاستعمالات ديالو هي في الصناعات الكيماوية وكذلك في صناعات تذويب الثلوج بالنسبة لأوروبا وأمريكا الشمالية. والمشروع اللي احنا بصدد ديالو اليوم هو تجاويف معدنية اللي غادي يمكن لها تخزن عدد كبير من المخزون ديال البترول ديال الهيدروكربور بالنسبه للزوبيراتور ناسيونو، واللي غادي يساعد في انه يأهل المخزون اكثر بالنسبه للناس اللي كيستعملوا هذه الصناعات. للاطلاع على واحد من المشاريع المهمه في مجال المعادن، طبعا يتعلق بالملح، ولكن ربما اذا كانت هناك فرص اخرى للاطلاع على واحد العدد ديال المعادن، طبعا الفوسفات، معادن اخرى، يعني غادي تكتشفوا فعلا ان هذا قطاع من القطاعات المهمه، ولكن ايضا القطاعات اللي فيها مخاطر كبيره جدا. انتم تلاحظون الناس كيشوفوا المنتوج في النهايه، كيشوفوا الذهب اللي كيوصلهم، النقره اللي كتوصلهم، الملح اللي كيستعملوها، واحد العدد يعني الحديد اللي كيستعملوه، ولكن راه قبل ما يوصل لهم راه يمروا بمراحل صعبه ومعقده. ولذلك في مجال ديال المعادن كاين مراحل، المرحله الاولى هي مرحله الاستكشاف اللي احيانا كتاخذ سنوات، يعني يمكن لها تاخذ 3 سنوات، يمكن لها تاخذ 7 سنوات. القانون الجديد حاولنا اللي عدناه باش يمكننا نعاونوا الشركات اللي كتشتغل في مجال ديال الاستكشاف، وراه كيمكن الواحد يدير الملايين ديال الدراهم في ليكس استكشاف ليكسبلوراسيون بلا ما يحصل على اي شيء. ولذلك يعني اقل بيرمي، اقل رخصة في المعادن هي 4 كيلومتر على 4 كيلومتر 4 كيلومتر، واحيانا كيمكننا نوصلوا ل 16 كيلومتر على 16 كيلومتر، واحيانا يمكن نوصل اكثر. كتلاحظوا هذا المعدن اللي كان ملك للدولة ثم تم خصصته، راح تنتكلموا على 1500 كيلومتر مربع، 1500 كيلومتر مربع، اللي هي هذا لوجيزمون بوتونسييل اللي عندنا في البلاد ديالنا ديال الملح، طبعا اللي كنصدروه الى الخارج، الى الولايات المتحده الامريكيه، الى اوروبا، الى غيرها من الدول.